علامات الساعة الكبرى. العلامة الكبرى الأولى: المسيح الدجال. إنه أول العلامات الكبرى ليوم القيامة، إنه المسيح الدجال. أحداث خروج الدجال: حديث النبي عما حدث لتميم الداري عن فاطمة بنت قيس الفهرية قالت: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اقتلم، فلعب بنا الموج شهرا. ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما إنه يوشك ألا تثمر. قال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: إن ماءها يوشك أن يذهب. For centuries, the Sea of Galilee has inspired believers the world over. The waters the Bible tells us Jesus walked on. The shores where he performed his miracles. A place of beauty, religion, and legend. But today, on the brink of disaster. The water should be above our heads, in fact. The tragedy is that you don't need to be Jesus Christ anymore to walk here on the Sea of Galilee.
Environmentalist Gideon Bromberg and I could walk the floor of the lake because its waters have retreated hundreds of yards. Making the desert bloom is unsustainable, and the demise of the Sea of Galilee must send that message to Israeli politicians. This bay should be full of water right up to those rocks. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. صحيح مسلم. لكن هناك من هيأ لظهور هذا الشخص قبل وجوده على الأرض. هذه بعض رموز وقتنا الحاضر التي تثبت وجود أناس ينتظرون بشغف ظهور ذلك الشخص. إنهم يتعبدون بطريقتهم، وكذلك أقوام من قبلهم عبدوا هذا الشخص قبل ظهوره، كانت معابدهم متشابهة. الهرم والعين الواحدة رمز مقدس، لكن إلههم ليس بالضرورة إله موسى وعيسى ومحمد، بل هو مهندس الكون الأعظم، ولك أنت حرية تحديد ما يمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف. وباختصار، مهما اختلفت مذاهبهم الروحية فرموزهم واحدة وطريقهم واحد، وكلهم من أتباع ذلك الشخص، ويهيئون لهذا الشخص قصره وعرشه. إشاراتهم مختلفة لكنها تعني نفس الشيء، الإشراك بالله. لقد أرعبكم قبل أن تروه، فإذا أردتم النجاة منه فابحثوا عن الدين الذي يوحد الله ولا يشرك به شيئا. خروج الدجال. بعد فتح روما يصيح الشيطان في المسلمين: إن المسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم. لكنها كانت كذبة من الشيطان لما رأى ما وصل إليه المسلمون من فتوحات وفتح القسطنطينية وروما ونشر دين الله. فيرجع المسلمون إلى أسوارهم وقلاعهم فزعين مما سمعوه، ويرسل المهدي المنتظر 10 فرسان ليتأكدوا من هذه الإشاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. صحيح مسلم. فينطلق الفرسان للتأكد من حقيقة أمر الدجال، ويجوبون البلدان دون إيجاد شيء فيما يخص الدجال، فيعودون إلى قلاعهم بالشام يبشرون المسلمين والمهدي عن عدم وجود الدجال. لكن مباشرة لدى عودة 10 فرسان إلى القلاع يظهر ما كانوا يخشونه، فيظهر المسيح الدجال. بعدما عرفنا رموز الشرك التي تتنبأ بقدومه وأتباعه الذين يمهدون له الطريق، إذن من هو هذا الشخص؟ والمسيح الدجال من بني البشر، يدعي أنه الله، فيؤمن الناس به لما يروا ما عنده من فتن. وفتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب.
ويعتقد النصارى أنه عيسى بن مريم، ويتبعه أول ما يخرج 70,000 يهودي من يهود أصفهان، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح، فيفزع كل الناس من هذه الفتنة فيفرون منه ويختبئون خشية مقابلته، لكنه لا يدع مكانا على الأرض إلا وطأه إلا مكة والمدينة. عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثا. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. رواه أحمد، صحيح على شرط مسلم. يأتي الناس فيقول: أنا ربكم، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافارا، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، ومعه جبال من خبز، والناس في جهد إلا من تبعه. ومعه نهران، فيذهب الناس للشرب من ماء جنته فإذا هي نار، فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار، ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة. ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس، ومعه فتنة عظيمة، يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس فتنبت الأرض، ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من فتنة الدجال أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. رواه ابن ماجه. ويقول: أيها الناس، هل يفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل؟ فيتبعه الناس ويؤمنون به، فيكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين، فيفر إلى جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم، فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا، فيمكث 40 يوما يفتن الناس، فاليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. فإذا انتهت 40 يوما على ظهور الدجال، يأتي أحد المسلمين إلى المهدي بالبشرى: أن جاءكم الغوث. فما هي هذه البشرى؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.